السلام عليكم. أنا أم هبة الهلالي. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، الله عطى والله دا، وأنا حامد ربي وشكره وطفالي داك الجمال اللي كانت عندي في القلب ديالي طفات، والحمد لله اللي جبرت بنتي. والبارحة أنا جالسة في الدار وكنت كنتسنى وكان عندي واحد الأمل بنتي غتجبر. توضيت وصليت وكنقول يا ربي الحبيب عيد فاجي عليا وطفي عليا هاد الجمار اللي في قلبي. ما عندك ست الله رب زيت عيني بنت الستلار. جاني اتصال، جاني اتصال قالوا لي بنتك هاشنو هاشنو، ولكن ما مأكدينش 100%. قالوا لي هي او ماشي هي، احتمال هي او ماشي هي، والمهم قلت لهم لا انا قلبي كيحس هي، انا كنقول لكم هي. توصلت للسبيطار، ملي وصلت للسبيطار جلست واحد شويه يكون شي نص ساعه هيداك، دخلت جلسنا في الطوموبيل وما يجي. وجا واحد رجال الدارك جاب الطوموبيل ديالهم دخلوا سقسيتهم، ما بغاوش يخلعوني، يعني تا هما دايرين الخدمه ديالهم ما بغاوش يقولوا لي شنو هاشنو. سقسيتهم قال لي ما عارفين والو حنايا الشريفه. بقيت جالسه هكا كنتسنى، هي شويه تتبان لي لوبولينس جايه لابيلونس. دخلت هو هذاك اللي قال لي ما عارفين والو، قال لي اجي الحبيبه اجي هنايا البنت ديالك. والمهم باقا ما اكداش يدخل يشوف فيها. هي داخله بلا لابيلونس، كيف فتحوا لي داك الباب هايدا كتبان لي الرجيله ديالها. قلت لهم صافي بنتي بلا ما نتاكد بنتي هذه 100%. من رجليها عرفتها، رجيلاتها معروفين باقا بالرمل ديالها مسكينه. المهم قالوا لي لا والو تزيدي تاكدي باش نديروا الاجراءات. قلت له واخا. دخلوني لذاك النبيره، دخلوني تما المستعد الاموات. عريت عليها هكا كنلقى بنتي كامله مكموله، ما ناقصه فيها حتى شي حاجه، برجليها بيديها بالتيشور ديالها داك اللي كانت لابسه بديك كماسيطا، بواحد الباندا كانت عاملاها هنا في الجديده ديالها بقات فيها هيداك، والشعر ديالها فمها هكا محلول، يعني فمها هامله عايده هيدا، وكل شيء كل شيء وجهها كامل كامل، يعني ما فيها حتى شي حاجه مغيره. واحد اليد اللي عامله لها هيدا هكا هامله لها هيدا، هذيك مسكينه وقالوا الحراره ديال الموت ولا الله اللي تيعلم بها ما نعرف هكا هيدا هيدا وصافي وسمحوا لي. هذاك الشيء اللي كاين، وشفتها وتاكدت منها ديك الساعه خرجوني، وكل شيء كل شيء ضامن معايا، المجتمع ديالي كامل ضامن معايا، لا الجيران ديالي ولا صحابها ولا الطاقم التقني ديالكم ولا كل شيء. والحمد لله وشكرا وشكرا وسمحوا لي بزاف. ودابا الحمد لله دابا ارتاحيت، الحمد لله وشكر لله، الحمد لله وشكر لله، غنوصلها للبلاصه ديالها. تنقول الله يرحمها ويوسع عليها ويجدد عليها الرحمات، والله يرضي عليها والله يرضي عليها هي واختها. عندي وحده اخرى حتى هي ميته عندها 17 عام، الله يرضي عليهم بجوج بهم، وهما داك الشيء اللي بغاو وداك الشيء اللي بغاو مشاو ليه. والحمد لله الحمد لله، وكنتمنى الخير يبقى لي في هادو اللي باقين. كنتمنى ربي حبيبي يكتب لي خير فيهم، هادشي اللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى، هادشي اللي كان. والحمد لله والشكر لله، الله اعطى والله ادى، الحمد لله والشكر لله. كيفاش خوتها دابا؟ خوتها ما نقول لكش، خوتها ما نقدرش نهضر لك عليها، خوتها مصدومين من قبيلة وانا كنصبر فيهم. انا واخا ام ربي نزل عليا ديك السكينه من عنده الحبيب، ومصبره وكنصبر بناتي، كنقول لهم صبروا ودعوا معاها بالرحمات، ما تحرقوهاش، يدعوا معاها، دعوا معاها، ما تبكوش، يدعوا معاها. وهذا الشيء اللي كاين، وجيران ديالي كلشي كيبكي عليها، كلشي انتم كتشوفوا كلشي داير بيا، كلشي داير بيا، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله، يجعلها متوائل الجنة. هادشي اللي كنطلب منكم، الله يرحم لكم الوالدين، الله يسلمك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.